شنو تعريف مجموعة التعريف؟ كتطبيق نحددو مجموعة التعريف ديال الدول الدالة على الحالة التالية، مثلا الحالة الأولى كنلاحظو هنا بأن إف معرفة بالصغار، حيت ناتج ثلاثة زائد واحد على إف ناقص واحد. باش كنعرفو في الرياضيات بأن المقام ضروري خصو يكون يخالف صفر، إذا باش يكون العدد إكس عندو صورة ما خصناش نحسو على صفر هنا، ومين غادي يجينا صفر هنا إلا كان إكس يساوي واحد. إذا العملية باش كنديرو كنكتبو دي دو إف هي مجموعة الأعداد الحقيقية إكس، مجموعة الأعداد الحقيقية إكس بحيث المقام خصو يكون يخالف صفر، إكس ناقص واحد يخالف صفر. مجموعة الأعداد الحقيقية إكس دائما و إكس ناقص واحد يخالف صفر، هي إكس يخالف واحد. بحال المعادلات، إذا حولنا حد الطرف الآخر كنغيرو الإشارة ديالو. إذا هاد المجموعة هادي ممكن نكتبوها بطريقة أخرى، هي جميع الأعداد الحقيقية ونحيدو منهم واحد بهاد الطريقة هادي. كنقراو جميع الأعداد الحقيقية باستثناء واحد، بمعنى آخر واحد هو اللي ما عندوش صورة، أمام أي عدد من غير واحد عندو الصورة ممكن نحددوه. ممكن نخدمو المثال الثاني أيضا بنفس الطريقة، معندناش شو وقت، نخدمو المثال الثالث. دونك بالنسبة لثلاثة نفس الشيء، عندنا دي دو إف. إذا هنا أيضا عندنا جهد المربع، وكنعرفو في الرياضيات بأن ما بداخل الجهد المربع خصو يكون موجب. إذا العدد اللي عطيتنا عدد سالب داخل الجدر ما غاديش تكون عندو صورة، كيفاش غنكتبو هاد الشيء؟ إذا إكس ينتمي إلى R بحيث إكس ناقص واحد خصو يكون موجب بمعنى أكبر من أو يساوي صفر. إذا هنا عندنا مترجحة، الحلول ديالها هما اللي غادي نكونو عندهم الصور، إكس ينتمي إلى R بحيث إكس أكبر من أو يساوي واحد، كنحصلو على هاد المجموعة هادي. وكيما كنديرو النتيجة مباشرة، إلا ما درناهاش كنمشيو في المستقيم العددي، المستقيم العددي لأن موال انفيني هنا بلوس انفيني. إذا مثلنا هذا العدد واحد هو، إذا الأعداد أكبر من أو يساوي واحد هو، بمعنى عندنا المجال رياضيا المجال واحد زائد ثاني يعني. إذا الأعداد اللي عندهم الصورة هما المجال واحد زائد المجال المغلق واحد زائد ثاني يعني، لأن عندنا أو تساوي هنا إذا أنت واحد وعنصر مجموعة التعريف. كنكتفيو بهذا القدر هذا، نخدمو في الفترة المقبلة السؤال هذا ونتابعو الفقرات في مسائل. من عندكم التوفيق للجميع.